السلام عليكم. أوقفت قوات النخبة الشبوانية اليوم محافظ شبوة اللواء علي الحارثي ووزير النقل صالح الجبواني، ومنعت الأخيرة من التوجه نحو منطقة بلحاف لتدشين مشروع افتتاح ميناء تجاري قررته الحكومة. وفي وقت سابق كان محافظ شبوة وقائد محور عتق قد رفع مذكرة لقيادة التحالف ورئيس الجمهورية تفيد بأن محاولة التنسيق مع قوات النخبة الشبوانية باءت بالفشل، وأن الأمور قد خرجت عن السيطرة. جراء هذه التصرفات اللامسؤولة على مسؤولين حكوميين يفترض أنهم أصحاب القرار في المحافظة، غرد ناشطون كثر حول الحادثة ساخرين من التناقض الواضح، إذ كيف تمنع هذه القوات مسؤولين حكوميين في الوقت الذي تستقبل فيه بحفاوة طارق صالح المسؤول عن مآس كثيرة في شبوة وغيرها؟ إذن من يحكم شبوة؟ مصادر إعلامية قالت لقناة بلقيس إن تحرك وزير النقل الجديد وعزمه على تفعيل موانئ اليمن هو ما أثار حفيظة الإمارات التي تتحكم بقوات النخبة في شبوة وجميع المناطق المحاذية للشريط الساحلي، حيث تعمل الإمارات على تجميد عمل الحكومة خصوصا ما يتعلق بالموارد المالية لها وإبقائها قيد التعطيل المتعمد. ولكن لماذا يسكت الرئيس وقيادة الحكومة على هذه الممارسات؟ هل ضغط التحالف يعفي هادي وبن دغر وحتى اللواء الحارثي من مصارحة الشعب وتبيين الحقيقة للناس؟ ألا يعطل هذا رفض الميزانية الحكومة التي هي في أمس الحاجة لمواردها المالية الطبيعية والنفطية؟ وأخيرا، هل ستكون شبوة مفترق الطرق بين الحكومة والإمارات ومن منهما يحكم البلد بالفعل؟ أعزائنا المشاهدين، هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها الليلة في مسائنا اليمني، ولكن نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. هل تحررت شبوة بالفعل أم أنها لا زالت تحت سيطرة الميليشيا؟ سؤال يجيب عن واقع الحال بكلمات بسيطة. تم تحرير المحافظة من ميليشيا الحوثي وإحلالها بميليشيات تابعة لدولة الإمارات، والشرعية ليس لها في الأمر ناقة ولا جمل. اليوم أقدمت ميليشيا النخبة الشبوانية على منع وزير النقل صالح الجبواني من دخول منطقة بلحاف، وقبل أسابيع استقبلت هذه الميليشيا طارق صالح وحمت تحركاته داخل المحافظة، وهو الذي فعل ما فعل. إذا محافظة مفتوحة للانقلابيين ومغلقة على الشرعية، فما الذي يريده التحالف العربي في اليمن؟ فقبل أيام هاجمت قوات النخبة الشبوانية مقرات أمنية في مديرية الروضة واعتقلت مدير الأمن وبعض الضباط ونقلتهم إلى سجون مجهولة. وإزاء هذه الفضيحة رفع محافظ المحافظة وقائد لواء عتق رسالة لقيادة التحالف أبلغهم فيها بفشل محاولة تنسيق الجهود بين الجهات الرسمية والنخبة الشبوانية، وأن هذه القوات تعمل خارج إطار الدولة. وقالت الرسالة أيضا إن هذه القوات استولت على مقار حكومية وسلمتها للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة. لم يتلقى المحافظ والقائد العسكري أي رد إيجابي بدليل ما حصل اليوم من منعهم لمسؤولي الحكومة من التحرك في إطار المحافظة. والواقع أن صاحب الكلمة الأولى في شبوة هم ضباط إماراتيون يتمركزون في قاعدة عسكرية خاصة في بلحاف. أتى هذا الاشتباك اليوم عندما حاولت الحكومة ممثلة بوزير النقل الاقتراب من دائرة الموانئ والموارد المالية للدولة. هنا على ما يبدو خط أحمر من قبل الإمارات، الدولة التي تعشق الموانئ وتمنع الحكومة الشرعية من إدارة مواردها. وصول الأمور في شبوة إلى هذا الوضع سيحتم على الحكومة اتخاذ موقف حازم حول ما يجري في المحافظة، أو إعلان موقف إزاء التحالف الذي يتدخل تحت غطاء الحكومة الشرعية. وما لم تقم الحكومة بهذا أو ذاك فهي شريكة في المغرم وخاسرة في المغنم. إذا مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر سكايب الأستاذ الدكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث من اسكتلندا، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير دكتور أحمد. مساء الخير لك والسيدات والسادة المشاهدين. أهلا بك معنا في هذه الحلقة دكتور. وبداية، أنت تساءلت في منشور لك حول ما الذي يحدث في شبوة، وهو سؤال يفتح الباب لأجوبة عديدة. دعنا ننقل السؤال إليك ونسألك، ما الذي يحدث في شبوة دكتور من وجهة نظرك؟ من وجهة نظري هي نتيجة طبيعية للمشهد الكلي في اليمن. عندما نتحدث عن منع محافظ في أو وزير من الدخول إلى منطقة ما في محافظة، فنحن أصلا قد وصلنا لمرحلة أكبر من ذلك بمنع رئيس الجمهورية نفسه من العودة إلى عدن.
فهذه إفرازات حقيقة كنا لا نتمنى أن نقع فيها أو نصل إليها، لأن لعلمكم أيضا المحافظ السابق في تعز علي المعمري تم منعه من الوصول إلى المخا مثلا في تعز، ومسؤولين كثر والقائمة تطول. فالقضية وما فيها أن هناك في الجنوب الآن دولة موازية تماما للشرعية بقيادة التحالف، أو نكون واضحين، بقيادة الإمارات العربية المتحدة. هذه الدولة الموازية الآن التي من ركائزها النخبة الشبوانية والحضرمية والحزام الأمني في عدن وما إلى ذلك، خلقت نظام أمني موازي مختلف تماما خارج نطاق الشرعية، له القوة وله القدرة على منع من يريد أن يدخل ويخرج من المناطق. واستغرب أنا أن الحكومة اليمنية لا تتحدث للشعب اليمني بشكل صريح عما يجري هناك في هذه المحافظات، لأن هناك خروج تلك المحافظات عن السيطرة عن سيطرة الحكومة اليمنية، وهذا وكما قلت في الحديث هي نتيجة طبيعية للخروج أو لعدم قدرة الحكومة اليمنية على السيطرة على المناطق في المحافظات الجنوبية وأيضا في الشمال. نعم، ما تفسيرك لهذا الصمت من قبل الرئيس وحكومته، يعني لكل هذه الانتهاكات التي باتت واضحة لسيادة الدولة ولوجوده الشرعي؟ الرئيس في المملكة العربية السعودية لا يستطيع حقيقة بوجوده هناك أن يمارس سلطاته كرئيس لدولة لها سيادة. هذا الكلام قلناه مرارا وتقوله الصحافة العالمية والمراقبون للشأن اليمني، يخضع لإحراجات من قبل المملكة العربية السعودية بحيث أنه لا يستطيع أن يتحدث بشكل واضح عما تفعله مثلا ما يفعله التحالف في اليمن. لكن أعتقد أن هذا الصمت لن يطول، لأن البديل استمرار الصمت يعني إحراق رئيس الجمهورية، وهذا ما نريده، لأن المفترض أن التحالف اليمني التحالف العربي قدم إلى اليمن لنصرة الشرعية المتمثلة بالرئيس فخامة الرئيس هادي، ووجود هذا التحالف أصلا في اليمن هو بغطاء قانوني وفره له الرئيس هادي، وبالتالي إذا كان الرئيس هادي لا يريد هذا التحالف فليس هناك ثمة غطاء قانوني يبرر وجود التحالف. نعم، إذن يعني الأحداث الأخيرة في عدن وحضرموت ومؤخرا شبوة الدكتور أحمد، يعني واضح أنه تم رفع يد الدولة عن المنافذ الحيوية في البلد، برأيك ما الذي ستفضي إليه الأحداث إذا استمر الوضع على هذه الوتيرة؟ بداية أقول أن الوضع هذا له تقريبا عامان مستمر منذ 24 شهر تقريبا، الوضع الأمني في الجنوب وعدم قدرة سيطرة الحكومة اليمنية على الموانئ والمطارات وما إلى ذلك. باعتقادي هذا سيأتي إلى أو سيؤدي إلى وجود معادلات أو إنشاء معادلات جديدة معقدة جدا في المشهد اليمني. الآن الحكومة اليمنية غير قادرة على توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين، والسبب الرئيسي أن الاقتصاد اليمني ميت في هذه الفترة، وأن الحكومة اليمنية لا تستطيع أن توفر الموارد اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية كالنفط والغاز والثروة السمكية والمطارات والموانئ في البلد. استمرار أعتقد أن هناك ثمة قوى تدفع بإخراج الحكومة اليمنية تماما عن السيطرة على الموارد، وبالتالي تبقى هذه الحكومة اليمنية أسيرة لسيناريو مخيف جدا، إما البقاء حية مقابل تنازلات عميقة مقابل تنازلات مؤلمة للشعب اليمني وللبلد، منها التقسيم، منها تسليم السلطة في مناطق معينة لجهات ما لميليشيات، أو الاندثار. الحكومة اليمنية إذا استمرت بالصمت فسيكون للأسف الشديد أمامها فقط خيار الاندثار. نعم، إذن اسمح لنا دكتور. لأن الأمور نعم، اسمح لنا الدكتور أن ينضم معنا في حوارنا هذا العقيد محمد التومام، مدير أمن مديرية حي حبان. مساء الخير سيادة العقيد. العقيد محمد التومة، هل تسمعني؟ مساء الخير سيادة العقيد.
إذا أعود إليك دكتور أحمد إلى أن يعود إلينا العقيد محمد. سيادة الدكتور أحمد، يعني أنت طالبت بحملة شعبية كبرى للمطالبة بعودة الرئيس هادي لليمن وإنهاء هذا العبث بالسيادة الأمنية أيضا بالسيادة اليمنية عفوا وحاضر ومستقبل اليمن بشكل عام. هل تعتقد أن سيكون هناك جدوى لهذه الحملة؟ أعتقد أن هناك سيكون جدوى. الشعب اليمني بدأ يصاب بإحباط كبير كما لاحظ من شبكة التواصل الاجتماعي، من اتصالاته في الداخل، في صنعاء، في عدن، في تعز، في محافظات كثيرة. فوجود الرئيس هادي خارج البلد هي عملية أفضت إلى ما نحن إليه الآن، لأنه يتم إملاء فراغ السلطة بكثير من الميليشيات وكثير من القوى التي لا تعمل وفق المشروع الذي خرج الناس إليه في 2011. المشهد بشكل واضح كان أن هناك انقلاب قامه الحوثيون في صنعاء أقدم عليه، وهذا الانقلاب الذي قادته هذه القوى السلالية قثمت على مناطق كثيرة في الشمال. أتى التحالف ببغية أن يعين الرئيس هادي للسيطرة على الوضع من جديد، لكن ما رأيناه الآن أن التحالف الآن أقدم على إقامة ميليشيات وأرهق الدولة هنا وهناك، مما جعل الدولة تضعف بشكل أكبر، لا تستطيع أن تقاوم المشروع الذي إعادة الشرعية ومشروع مقاومة الانقلاب في صنعاء. إذا نحن الآن نتكلم عن محافظ لا يستطيع او وزير لا يستطيع ان يذهب الى شبوه، فما متى سنتحدث عن وصول المحافظين او رئيس الجمهوريه الى صنعاء؟ اذا نحتاج نحن الى سنين ضوئيه، ملايين السنين الضوئيه يبدو على ما يبدو يعني. نعم، اذا اسمح لنا ان ينضم معنا ايضا معنا الان الاستاذ تركي عمر باشيبة، عضو المجلس المحلي في الحوطه ميفعه، عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير استاذ تركي. أسعد الله مساءكم جميعا ومساء مشاهديكم الكرام. أهلا بك أستاذ تركي. أحداث جديدة في شبوة، ومجددا يحضر اسم النخبة الشبوانية خارج إطار الشرعية في منع وزير النقل والسلطة المحلية أيضا من الوصول إلى ميناء قنا. في البداية ضعنا في تفاصيل ما حدث. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لا زالت الأوضاع يسودها سحابة سوداء في محافظة شبوة وخاصة منطقة الحوطة. نعم. أختي الكريمة، هناك وجود قوات طول هذه الفترة فوق منازل المواطنين، وهي النخبة الشبوانية مع وجود معسكرات ومباني قيد الإنشاء داخل قرية. هذا الأول. الاعتقالات والاعتداء الجسدي من قوات النخبة الشبوانية والإهانات اليومية المتكررة داخل مدينة الحوطة، وعلى علم السلطة المحلية والسلطة التنفيذية بذلك. نعم. الاعتقالات بدون أوامر قضائية. هناك أشياء كثيرة تمارسها النخبة الشبوانية التي تأملنا فيها خير بالأمن والأمان داخل المنطقة، إلا أننا تفاجأنا بكثير من الأمور، ألا وهي الشعارات التشطيرية والطائفية. نعم. والعنصرية وغيرها. نعم، ما الذي حدث اليوم بالضبط أستاذ تركي؟ حدث أنه حصل توقيف وزير النقل في نقطة حبان، هي تبع النخبة الشبوانية، ويعني قبال حوالي ساعة أو يعني أقل بتوقيف وزير النقل مع المحافظة والاستفسار منهم وين ورايحين وإلى أين تتجهون. فكان رد وزير النقل رد جميل جدا، يعني نريد أن نضع حجر الأساس. قالوا له لا لابد أن نتواصل مع القوات الإماراتية في بالحاف لكي تسمح لكم بالممر. يعني هؤلاء شرعية، هو محاولة لخروج المحافظة من الإطار. نعم. إذن كيف تقرأ هذا التحول الخطير الذي وصل للحد الذي يتم فيه اعتراض طريق مسؤولين، ويعني مسؤولين رفيعين في الدولة وذاهبون لأداء أعمالهم، يعني واتهامهم بهذه التهم، ما رأيك؟ للأسف قرار النخبة اليوم هو محاولة لخروج المحافظة من إطار الشرعية، وقد بنت على نفسها ونجح الجبواني سياسيا وأخلاقيا بعد مروره بكل نقاط النخبة متوجها إلى منفذ الوديعة دون أحد أن يعترضه. الذي حصل اليوم هو خروج عن إطار الشرعية. هؤلاء
من الشرعيه. هذا وزير، وهذا الاخ محافظ وامين عام وغيرهم، يعني قوه خارجه عن 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 اطار الشرعيه توقف يعني الشرعيه. والله شيء غريب ومستغرب جدا. نعم. الجماعه او النخبه الشبوانيه اختي الكريمه والمستمعين تفرض سيطرتها وارادتها بشخصيتها بدون الرجوع الى اي جهه اخرى او قرارات سياسيه اخرى، انما الرجوع الى قياده بالحاف للتحالف وهي الامارات العربيه المتحده تدير الامر. نعم، يعني انت قلت ان الجبوان انتصر عليهم اخلاقيا، ولكن ما فائده هذا على ارض الواقع اذا كانوا هم فعلا مسيطرين على محافظه شبوه ويريدون اخراجها من اطار الشرعيه؟ يعني اللجنه الامنيه بمحافظه شبوه وجهت الاربعاء الماضي مذكره لقياده التحالف ولرئيس الجمهوريه ايضا، ولكنها لم تتلقى اي اجابه، يعني ما الذي يعني ذلك؟ يعني ان السيطره تماما هو من قياده الامارات العربيه المتواجده في منطقه. وهل هذا الامر يعني يسمح لها بذلك؟ يعني هل هذا الامر يزوغ لها ما يحدث بحيث لم يجيب لا التحالف ولا الرئيس على مذكره اللجنه الامنيه؟ وهل يقول ان كل المعتقلين الذين اعتقلوا في مدينه الحوطه يتم احالتهم الى المندوب الاماراتي للتحقيق معهم؟ نعم، إذا اسمح لنا أستاذ تركي يبقى معنا على الهاتف، وأعود إلى ضيفي عبر سكايب دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني بعد توجيه مذكرة من قبل اللجنة الأمنية تحكي ما حدث الأسبوع الماضي، الأمر يزداد سوءا اليوم ويتم إيقاف جهة رفيعة في الدولة وكانت ذاهبة لمزاولات عملها، لا إجابة لا من التحالف ولا من الرئيس على هذه المذكرة التي وضحت الخروقات التي تقوم بها اللجنة الشبوانية وأن عملها بات يعني مستفزا وخارج إطار الشرعية. وأعتقد أنه لن تحصل إجابة أصلا، لأن الأمور خرجت كما قلت عن السيطرة في المحافظات الجنوبية تدريجيا. نحن نتحدث عن الآن النخبة مثلا الشبوانية والحزام الأمني هنا وهناك. القصة وما فيها أن التحالف لديه أجندة أخرى في المحافظة الجنوبية بات واضحا لأي مراقب، يعني لا نحتاج لذلك الدهاء حتى نكتشف هذا الأمر. إذا لم يكن هناك حوار صريح بين الرئيس هادي والتحالف على عودة إعادة التحالف للمبادئ الرئيسية الثلاث، وهي الحديث الواضح والصريح عن وحدة وسيادة الجمهورية اليمنية وضرورة عودة الشرعية إلى اليمن، وأيضا عدم تدخل التحالف العربي بالشؤون الداخلية في الجمهورية اليمنية لأن ذلك سيحرق اليمن والمنطقة بكاملها. أنا أقول هنا ككلام صريح للإمارات العربية المتحدة، الإمارات دولة منظمة ودولة شقيقة هي بالأصل، وتعرف ما معنى النظام والقانون في الأمن، وأنا زرت الإمارات وأعرف الإمارات، شعب طيب وايضا منظم بشكل كبير، وما تقوم به في اليمن هو عبث في عبث. الجهاز الامني عندما يوكل بهذا الشكل لناس غير مؤهلين وغير مدربين هو عمليه عبث، سيعود بالضرر على سمعه الاشقاء في الامارات وعلى تدمير اليمن. من المستفيد من هذا العبث كله؟ يعني من المستفيد من هذا العبث؟ مشروعنا في اليمن هو مشروع مقاومة التمدد الإيراني كما يقولون. ما يحدث الآن في اليمن هو هدية مجانية للإدارة الإيرانية والنظام الإيراني، سيضعف اليمنيين أكثر، سيمزقهم أكثر. الإيرانيون يعملون بدهاء وبخبث شديد، أعرفهم تماما، سيصلون إلى مبتغاهم بسهولة، والذين سيفرشون لهم الطريق أو سيمهدون لهم الطريق للتمدد للأسف الشديد سياسات التحالف الغير حكيمة في اليمن. أعود وأقول نحن بحاجة لحديث صريح. الإمارات العربية المتحدة إذا تريد شراكة اقتصادية في الموانئ اليمنية وطامعة في ذلك فهي دولة شقيقة، ممكن أن تصل لذلك عبر منافسة قانونية شريفة شفافة، واليمن سترحب بجهود الأشقاء في المملكة وفي الإمارات وفي الخليج بشكل عام بالاستثمار. أما عمليات لي الذراع والخطف واستيلاء على الموانئ بهذا الشكل هو يعطي فكرة سيئة أولا وأخيرا عن النظام الإماراتي، ثم يعطي فكرة سيئة عن التحالف العربي. نعم، التحالف العربي كان تجربة أولى لحل مشاكل العرب فيما بينهم، ستكون تجربة فاشلة وتجربة قاصرة سيكتبها التاريخ بأن العرب تدخلوا في اليمن وأنهوا هذا البلد من الوجود.
لا نريد أن نصل لهذه المرحلة المؤسفة حقيقة. نعم، إذن أعود إليك تركي، أخ تركي عمر، يعني تحدثت عن وجود اعتقالات بدون مسوغ قضائي، اعتداءات جسدية أيضا، يعني هل يحدث أن يتم استهداف المعترضين على سياسة النخبة من المدنيين تحت تهم الإرهاب وغير ذلك كما قرأنا في الإعلام؟ فترة على قناتكم الموقرة، وعرضنا كثير من الامور، وعرضتم انتم ايضا مشاهد لمدينه الحوطه في حرق المباني وهدمها وتخريب ونهب. هناك اعتقالات بدون امر قضائي، هناك اطلاق سراحهم في اطلاق سراح، يعتقلون الناس ويطلقون سراحهم بدون اي تحقيق او بدون اي شيء، وباعداد كبيره ومؤشر على براءتهم وعدم ثبوت التهم اليهم. هناك ايضا يا اختي حاله يعني بصفة السجون غير قانونية وليس بها أي تهيئة مناسبة لأدنى الاحتياجات الإنسانية. هل يعقل أن يسجن يعني بشر في كنتيرات أو حاويات يزجبهم؟ يزجب أغلب المساجين، وأنا الآن أتحدث أمام الجميع وعبر قناتكم أن هناك سجون وهي كنتيرات وحاويات يتم إيداع بها المواطنين. أي ذنب بأي صفة، أي قانون يخولهم إلى هذه الأشياء؟ ما يحدث هو اعتقال، هو الاعتقال ليس يعني قضائي ولا تشريعي ولا تنفيذي، انما تشخيص شخصي فردي. هناك مشاريع في المنطقه يقول الهلال الاحمر والنخبه الشبوانيه انها من انجازاتهم. نقول ان الثانويه في مدينه الحوطه قد اعتمدت من المجلس المحلي في 2006، الا ان هناك الظروف لم تسمح. ايضا الرصف الان الحاصل في مدينه الحوطه كان اعتماده من المجلس المحلي من قبل من صندوق التنميه الهولندي. ايضا توعدوا الناس بتوفير خدمه الكهرباء، ابسط الاحتياجات لم يوفروها وهي خدمه الكهرباء والواصله من بالحاف، الى الان لم يوفروها لمديريه ميفعه. تخيلوا يا اخواني الكرام ان مفرق الحوطه منطقه صغيره الان فيها سكنات عسكريه، مباني كبيره تبنى، عاصمة المديرية خالية تماما وغير مفعلة من 2011 من ثورة الربيع العربي المباركة. لم تسمع عن دور الخدمات الأساسية للمواطنين، الأجهزة التنفيذية، السلطة المحلية، إلى الآن هذا أخذ رسوم أختي الكريمة على النظافة والزكاة والواجبات من المحلات التجارية في مديرية ميفعة دون إلزام أو دون يعني دون الرجوع الى الجهات المعنيه مثل الزكاه والضرائب والواجبات والنظافه، ولم يسووا اي شيء. والنخبه على علم بذلك، تم قانون نخباوي على جميع العقارات في مدينه عزان وضواحيها بتمكين اي مواطن من اي محافظه يسكن في عزان ان يجيب كفيل. هل هذا الكلام يعقل؟ نحن كلنا من منطقه واحده، نحن اليمن من صنعاء الى صعده الى المهره الى حجه، لا ليس لدينا كفيل. هناك أختي الكريمة ممتلكات نهبت، ومنها محلاتنا التي يعني أمام المرأة والمسمع، وأعلنت في قناتكم تقدر بعشرين مليون وإلى الآن لم يتم تعويضنا. 150 أسطوانة غاز نهبت، ومئتين ألف كرت شحن نهبت من المحلات حقنا، تخريب 8 ألواح طاقة شمسية، تخريب ماطور الكهرباء، إطلاق النار عليه، وتخريب 3 أو 4 ثلاجات فريزر، يعني شيء ما يتصور عقل. ما فعلوه والله خارج نطاق الشرعية وخارج نطاق القضاء والسلطة، وليسمع الجميع. نعم، إذن شكرا جزيلا لك تركي عمر باشيبة، عضو المجلس المحلي في الحوطة ميفعة، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وينضم معنا أيضا الأخ أحمد محمد بن الفقيه وهو شاهد عيان من الحوطة. مساء الخير أستاذ أحمد. مساء النور، أهلا، تفضلي. أهلا بك. تحدث معنا الأخ تركي عن جملة من الانتهاكات من ضمنها اعتقالات بدون أوامر قضائية واعتداءات جسدية، تفجير منازل وممتلكات نهبت، يعني ما الذي يحدث لديكم؟ حدثنا عن يعني ما تراه أنت من الانتهاكات التي تقوم بها النخبة الشبوانية تحت ذرائع مختلفة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب الحوطة، من حوضة السلام التي أراد البعض أن يجعلها الحوطة الثانية، لكن ولله الحمد والشكر بتواعد أهلها وناسها. في البداية أرحب بضيوفكم وأرحب بقناتكم التي دائما تكون حاضرة وتعني
فيهم المواطن. نبدأ معكم بالموضوع. نعم. أولا يتم اعتقالنا بدون حق وبدون أوامر القضاء، وأي شخص من أهل الفقيه علي يتم اعتقاله ووضعنا في كناتير غير لائقة غير لائقة. ثانيا أذكر سجني وأن المعاملة كانت سيئة جدا ويتم الاعتداء علينا جسديا. ثالثا يا أختي هناك أوامر شخصية بتفتيش منازلنا نصف الليالي بدون حق أو أذن الدخول. رابعا تفتيش أحد البيوت والدخول فيها وليس فيها محرم بداخلها بل عوائل وأخذ جوالات النساء ولا زالت الجوالات معهم. خامسا نطالب بلجنة لتحقيق في الانتهاكات مع كل المعتقلين ومن أمر بالاعتقال والتعذيب. سادسا نطالب وأنا أحد المتضررين بمحاسبة كل من أساء إلى أبناء الحوطة. سابعا أنني من عبركم أحمل النخبة الشيطانية كل ما حصل من حرب وهدم ونهب. ثامنا ومن عبركم أحمل النخبة وجنودها أي تبعات تحصل لي، فوالله لو أنني سأتعرض للاعتقال لوضعت صورتي لكن صوتي كافٍ للحضور والتاريخية معكم. نعم ومناشدة من الحوطة ومناشدتنا من الحوطة إلى السلطة الشرعية للنظر في وضعنا الحاصل. هذا ما حبيت أوضحه لكم والمشاهدين، وعبركم نرفع صوتنا إلى من يهم الأمر. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أخ أحمد محمد بن الفقيه، وأنت شاهد عيان نسأل الله لك السلامة وأن لا يصيبك أي مكروه. كنت معنا عبر الهاتف من الحوطة. عاد إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني تحدث معنا الأخ تركي وكذلك الأخ أحمد على كثير من الممارسات التي يعني تقوم بها النخبة الشبوانية ضد الأفراد المدنيين واستخدام ورقة كورقة الإرهاب أو القاعدة يعني في مواجهة أي مقاومة تقوم ضدها أو لا تتماشى معها، ما تفسيرك لهذا الأمر؟ نتيجة طبيعية كما قلت، هذه الأجهزة الأمنية التي بناها التحالف وبنتها الإمارات العربية المتحدة بشكل دقيق بدون تأهيل وبدون تدريب، هي منظمات خارج القانون، هي لا تستطيع أن تتعامل مع الناس بشكل صحيح. إجراءاتها ستكون بالتالي همجية كما ذكر للأسف الشديد الأخ تركي والأخ أحمد. كلام مؤلم حقيقة أن نعيش يعني أن يعيش هؤلاء الناس بهذه الدرجة من الخوف على أرزاقهم على أنفسهم على عائلاتهم، وكأننا نعيش يعني تحت احتلال أجنبي يعني بلا أخلاق. للأسف الشديد أن نصل لمرحلة أن هناك في اليمن من يريد أن يعمل كفيل اليمنيين، يعني والله مؤلم حقيقة. يعني ما أستمعه الآن لم أكن أتوقعه، أنا كنت أتوقع أن الأمور أفضل من ذلك بكثير، لكن يبدو أن الأمور ساءت بشكل كبير في المحافظة الجنوبية، وبسبب غياب الدولة وبسبب وجود أجهزة أمنية غير مؤهلة وغير مدربة وتعمل خارج النظام القانون، فهذه ستكون نتيجة طبيعية. ستكون الآن تصفيات قبلية فيما بين هذه المناطق، ستكون تصفيات جسدية، تصفيات تقوم على خلافات شخصية لا علاقة لها بالقضاء ولا علاقة لها بالنظام ولا علاقة لها بالقانون. وإذا استمر الوضع ما هو عليه فنحن نتكلم عن إرهاب حقيقي يمارس ضد هؤلاء الناس. من العبث أن نتحدث عن محاربة الإرهاب كمحاربة القاعدة، وهذا السلوك هو سلوك القاعدة حقيقة. هذا ليس سلوك أنظمة حكومية ولا قضائية، هذا سلوك منظمات إرهابية للأسف الشديد. نعم، إذن اسمح لنا دكتور أحمد أن ينضم معنا أيضا الأستاذ مختار رحبي مستشار وزارة الإعلام عبر الهاتف من الرياض. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا ومساء النور عليك وعلى ضيفك الكريم الدكتور أحمد وعلى المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار. يعني ما يحدث في شبوة من النخبة الشبوانية من محاولة كسر عظم الشرعية ويعني إنهاء السلطة الشرعية بشكل واضح للمحافظة ولإدارتها أيضا،
في ظل صمت مستغرب ومستهجن من قبل الكثير، رغم يعني المذكرة التي رفعتها اللجنة الأمنية قبل أيام لقيادة التحالف وللرئيس، ما تفسيرك لهذا الأمر؟ طبعا ما حصل اليوم في مدينة شبوة من اعتراض ومنع للوزير والمحافظ من الوصول إلى من افتتاح مشروع كان مقرر أن يتم فتحه في مديرية بلحاف، هذا طبعا يأتي في إطار أنه قد سبقه أعمال كثيرة من قبل. هذه الميليشيات الخارجة عن نظام القانون، النخبة الشبوانية والنخبة الحضرمية وكذلك الحزام الأمني وغيرها من المسميات التي هي طارئة وهي تكوينات خارج إطار الدولة وخارج إطار الكيان الشرعي للأجهزة الأمنية، وهذا طبعا تحدث به الجميع. هم بالأمس منعوا دولة رئيس الوزراء ومنعوه من أن يخرج وأن يشارك في احتفالات 30 من نوفمبر، بالتالي هذا ما حدث اليوم هو امتداد لهذه الأعمال الخارجة عن النظام القانوني. ولما تصمت الحكومة الشرعية أستاذ مختار، يعني لما هذا الصمت؟ لم تصمت الحكومة. ما الذي قامت به؟ الذي قامت به نستطيع نقول ما الذي تستطيع أن تقوم به الحكومة في هذه المناطق، خصوصا في منطقة في محافظة عدن وكذلك حضرموت وشبوة وهذه المناطق، هذه الميليشيات هي التي تم تدريبها وهي التي تمتلك السلاح، بالتالي لو حدث شيء ستكون هناك حرب شوارع في مدينة في هذه المدن، كما حدث في مدينة عدن حينما قامت ميليشيات عيدروس وما يسمى بالمجلس الانتقالي وهي هذه المسميات، حينما تصادمت مع الحكومة بتصريحات إعلامية فقط سقط الكثير من القتلى، سقط الكثير من الجرحى في أحداث عدن. نعم أستاذ مختار، يعني أقدر قلق الحكومة أن يعني أن يكرر السيناريو، ولكن على الأقل عليها أن تخرج ببيان، عليها أن تقول للإمارات كفى. يعني ما يحدث حتى الآن في ظل يعني إصرار الكثير من المسؤولين على عدم الإفصاح عما يحدث بشكل واضح، والأمر بات يعني واضح لكل الناس، ومع ذلك نجد من يدافع أو من يهادن ومن يشكر الإمارات على وقوفها معنا. أي وقوف هذا الذي يعني يسحب بساط الشرعية بهذا الشكل؟ اسمح لي فقط أن أنقل هذه النقطة لضيفنا الدكتور أحمد الدبعي، ما رأيك الدكتور أحمد؟ يعني تخشى الحكومة من حدوث تصادم جديد يعني كما حدث في عدن، يعني يوصف الأستاذ مختار بأنه مجرد تراشق إعلامي أو مصادمة إعلامية وأسفر عنها العشرات من القتلى، ما رأيك؟ إذا هما البديل أن تصمت الحكومة من أجل أن لا يسقط الناس وتسقط وتندثر البلد بشكل كامل. أنا أقدر أن الحكومة مسؤولة عن حفظ الأمن العام وعيام مسؤولة أخلاقيا وقانونيا من على المواطنين اليمنيين، لكن أيضا هناك بدائل يجب أن تتحرك الحكومة بأوراق ضغط على التحالف بشكل حقيقي وجدي لإيجاد آلية لوقف هذه الانتهاكات وهذا العبث الحاصل في اليمن، وترك الشأن الداخلي الأمني في البلد للحكومة اليمنية. المناطق التي نتحدث عنها الآن شبوة وغيرها من المناطق هي أصلا مناطق لا يتواجد فيها الانقلاب ولا الحوثيون ولا على حتى نوجد المبرر لهذا العبث الأمني الحاصل الآن. وهذه الجماعات المسلحة عندما هي غير مؤهلة كما قلت، وعندما تحتك بالناس ستكون كالوحوش الضارية، سيكون ضررها أكثر من نفعها. لذلك الحكومة اليمنية يجب أن يرتفع صوتها أكثر، يجب أن تتحدث بشكل واضح مع التحالف، يجب أن تتحدث مع المجتمع الدولي مع الأمم المتحدة. اليمن الآن هي تحت البند السابع، وما يقوم به التحالف يخالف حتى إجراءات البند السابع نفسه، وبالتالي يجب أن لا تحشر نفسها في زاوية ضيقة بين الإمارات والسعودية وتجعل الشأن اليمني محصور بين هاتين الدولتين. اليمن دولة هامة، دولة لديها الكثير لتقوله للعالم، دولة استراتيجية في المنطقة، أمنها يهم العالم كله، ويجب أن تتحدث الحكومة بثقة نفس أكبر مما هو حصل الآن. عدا ذلك سيستمر العبث، سيستمر العبث، سنرى نخب شبوانية ونخب بالطول والعرض في الجنوب وفي الشمال، وستستمر الحالة على ما هي عليه. أحيانا يجب أن نتحدث بوضوح وبشفافية أكبر مع التحالف لوقت ذلك. التحالف قرب هذه الخطة الأمنية، الحزيمة الأمنية هنا وهناك، ما النتيجة؟ ما النتيجة التي وصلنا لها الآن؟ عدن ليست آمنة، لا عدن ولا أبين ولا شبوة ولا حضرموت،
المناطق كلها لم تعد الى الوضع الطبيعي لحد الان. اذا نعم. ماذا يريد التحرر من هذه المناطق؟ يعني يستمع لنا الأستاذ مختار، ما رأيك أستاذ مختار؟ يعني تحرر المناطق ولا تجد الأمن المفترض أن يكون بوجود الدولة بسبب هذه القلق التي تحدث وبسبب هذه القوات التي تنشأ خارج إطار الشرعية، ويعني الشرعية لا تستطيع أن توقفها في ظل صمت مستغرب من الجميع. يعني ألا تستطيع الحكومة الشرعية أن تخاطب قيادة التحالف ممثلة المملكة العربية السعودية لتكف الإمارات وهي إحدى الدول المشاركة في التحالف أذاها المستمر في الدول في المناطق المحررة ويعني سحب قواتها الحضرمية وحزامها الأمني والنخبة الشبوانية وغيرها؟ بالنسبة لهذا الموضوع دعيني أفصح عن معلومة قد تكون غير متداولة. نعم. ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، أن فخامة رئيس الجمهورية سلم لقيادة التحالف في وقت سابق، يعني ليس في هذه الفترة ولكن في وقت سابق، سلم لقيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، سلم لهم خطابا يحتوي على 31 نقطة تم إيضاح كل ما تقوم به الإمارات في اليمن من انتهاكات، وكذلك من دعم وإنشاء كيانة خارج إطار الدولة، ما حدث في سقطرة، ما حدث في ميون، تم تجميع كل هذه القضايا، ولكن طبعا لم يتم الحديث عنها. وأنا بينت من خلال قناتكم في قناة بلقيس أن الحكومة قد لا تلجأ للحديث بشكل مباشر، لأنها أيضا تعي حساسية الوضع، وأيضا هي تعمل بالحسبان أن المملكة العربية السعودية يعني لا تريد أن ينتهي التحالف، لأن المملكة ستتحمل الملف برمته في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب المالي، في الجانب الدبلوماسي، في الجانب الدولي. بالتالي المملكة يبدو أنها بحاجة ماسة للإمارات، ولكن نحن نقول بشكل صريح أن الإمارات تعبث باليمن، أن الإمارات تؤسس إلى حروب. نعم. قبل ذلك، ما هو رد السعودية على هذه الرسالة التي تحوي 31 نقطة أستاذ مختار؟ المملكة العربية السعودية طبعا تقوم بدور الوسيط ومحاولة يعني تقريب وجهات النظر بين الحكومة وبين الإمارات، ولكن يبدو أن أحداث عدن طبعا هذا الحديث وهذا الخطاب تم تسليمه قبل أحداث عدن، ولكن ما حصل هو أن الإمارات للأسف الشديد أنها تمادت وأنها قامت بدعم انقلاب مكتمل الأركان على الشرعية في اليمن، والانقلاب أيضا يهدد أيضا شرعية تواجد التحالف. دعيني أقول أن ما حصل اليوم، نعود إلى قضية اليوم، أن ما حصل اليوم للوزير صالح الجبواني هي رسالة من دولة الإمارات العربية المتحدة لكل مسؤول في الحكومة يقف ضدها ويتحدث أمام وسائل الإعلام عن ما تقوم به من عبث في اليمن. أرسلت رسالة للوزير الجبواني، الوزير الجبواني تحدث بشكل صريح وهو لديه موقف واضح من دولة الإمارات وما تقوم به في اليمن، وهو وزير هام جدا، وزير النقل يدخل في إطاره الموانئ، المطارات، كل هذا، وهذه طبعا كلها بيد دولة الإمارات خصوصا في المناطق الجنوبية. بالتالي دولة الإمارات ومن يعمل معها أرسلت رسالة للوزير الجبواني. أيضا كانت من قبل قد قامت دولة الإمارات بنشر قائمة بما تصفهم بأنهم أعداء للتحالف، وأنهم التهمة الجديدة وهي أنهم يعملون مع قطر، وقامت بنشر أسماء كثيرة جدا حتى. نعم. أنا تم إضافتي لهذه القائمة وكثير من قيادة الدولة. بالتالي الإمارات تحاول الآن أن تبتز الحكومة، تحاول الإمارات الآن أن تصمت كل صوت يتحدث. الإمارات يوجعها أو تتوجع كثيرا من الإعلام الذي ينشر ما تقوم به في اليمن، أيضا المنظمات الدولية التي تقوم بنشر التقارير أيضا هي تتوجع كثيرا من هذه، ونحن لا نتبلى على الإمارات، نحن نتحدث بكل ما يحدث في مدينة عدن، نحن نقول أنه يجب معالجة الوضع، لأن الوضع الآن في المناطق الجنوبية كلها وضع شاذ ولا بد من معالجته. نعم. إذا اسمح لي أستاذ مختار أن أنقل حديث للدكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني الحكومة الشرعية لها محاذيرها أيضا ولها التزاماتها السياسية ولها أيضا يعني تحركاتها التي لا تعلن عنها كما تحدث الأستاذ مختار، هل تجد أن هذا كافيا؟ لا، ليس كافيا. الأستاذ مختار قال جملة هامة جدا، وهو أن المملكة العربية السعودية هي بحاجة لماسة لحليف يستطيع أن يشاركها عبء الاقتصادي والعبء المالي في اليمن، وهو الشريك الإماراتي. سيكون هنا
نحن بحاجة لإبداع سياسي حقيقي من الرئاسة ومن الحكومة اليمنية لإيجاد بديل للإمارات وإقناع المملكة العربية السعودية بهذا البديل. هناك بدائل كثر. الحكومة اليمنية ممكن أن تحصل على قروض من دول كبرى، ممكن أن تحصل على قروض من البنك الدولي، ممكن أن تحصل على توازنات هنا وهناك إذا تحركت يمينا وشمالا وخرجت من هذا الإطار الضيق لكي توجد بدائل. رأينا الآن مثلا جيبوتي كيف تتصرف، ورأينا الحكومة العراقية كيف حصلت على قروض وعلى معونات من دول شتى. يجب ألا الحكومة اليمنية محشورة الآن بين في زاوية ضيقة، زاوية حرجة، يجب أن تخرج منها، يجب أن تفكك، أن تساهم، أن تعطي للسعودية ليس فقط 31 بديل 31 نقطة، يجب أن تعطيها أيضا خيال سياسي وبديل حقيقي للتحالف الإماراتي الموجود في اليمن. إما الإمارات تخضع لقوانين التحالف أو أن هذه الإمارات تنسحب ويكون هناك بدائل لها. وقد لا نحتاج أصلا بدائل في الإمارة، نحن لو شغلنا فقط الموانئ في الجنوب وعادت الأمور إلى طبيعتها وتدفقت رؤوس أموال اليمنيين إلى هذه المناطق لن نحتاج لأحد، صدقيني لن نحتاج لأحد. فهل هل نحن بحاجة الإمارات أصلا في الجنوب الآن؟ أعتقد لسنا بحاجة أحد. الجيش اليمني يستطيع أن ينتشر هناك، والحكومة اليمنية ممكن أن تحصل على موارد مالية من هذا الانتشار وتستطيع أن تمول أنشطتها. إذن هناك سؤال كبير، لماذا الإبقاء على هذا التحالف بهذه الصيغة، هذا التحالف الذي يخنق الحكومة؟ إذا استمرنا على هذا الوضع ستختنق الحكومة، سنرى الحكومة أكثر هشاشة، ثقة اليمنيين بالحكومة ستدهور إلى مستويات أكبر مما هي عليه، وبالتالي ستعم الفوضى بشكل أكبر وسنعاني كوارث أكثر مما هي عليه الآن. نعم، إذن أستاذ مختار، يعني في دقيقة إن استطعت، بصراحة ما الذي تريده الإمارات من شبوة، حضرموت، عدن؟ هل يعقل أنها تطمع للسيطرة على البلد بهذا الوضوح وبهذه البساطة؟ هي تريد يعني أشياء معينة، هي تريد المنافذ، هي تريد ميناء عدن، هي تريد سقطرة، هي تريد جزيرة ميون، هي تريد المناطق الاستراتيجية والممرات الدولية ومضيق باب المندب، هذه هي الاستراتيجية. لكنها أيضا كيف تسيطر على هذه الموانئ؟ هي بإنشاء قوات وإنشاء مشروع سياسي يمكن لها، حتى في حالة أنها خرجت من التحالف العربي فتبقى أدواتها موجودة في الميدان، تبقى الميليشيات تعمل، يبقى المشروع السياسي أو مشروعها السياسي قائم، بالتالي تعمل على إقلاق الأمن والاستقرار وتنفيذ مشاريعها وتنفيذ أجندتها في اليمن. نعم، إذا شكرا لك أستاذ مختار الرحبي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة أخيرة لك دكتور أحمد، في دقيقة، في هذا العصر الذي أصبح فيه المواطن البسيط محاربا ومقاتلا ومدافعا عن أرضه، هل تستطيع الإمارات السيطرة فعليا على هذه المنافذ؟ قد تستطيع السيطرة على المنافذ لبعض الوقت، لكن هذا اليمن، اليمن له تاريخ عريق، ليست دولة طارئة وستستطيع أن تعود وتأخذ حقها وتعيد الأمور إلى نصابها. نحن نعيش الآن ظروف تاريخية صعبة معقدة، قد يستفيد البعض من هذه الهشاشة الموجودة في اليمن، لكن ثقتي كبيرة بالله وثقتي كبيرة بالشعب اليمني وثقتي كبيرة باليمن كتاريخ وكشعب بأننا سنتجاوز هذه المرحلة، وكل ما يحدث هو الآن عبث في عبث لا أقل ولا أكثر. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الدبعي الأكاديمي والباحث، كنت معنا عبر الهاتف من اسكتلندا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.